مساء الخير. طقس ربيعي مستقر ودافئ رح يسيطر على أجواءنا اعتبارا من بكرة الاثنين وبيستمر للأسبوع القادم مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة واللي رح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ من شمال اللي عم بتسجل: عكار 21 درجة، طرابلس 24، بيروت 24 درجة أيضا، وصور 24. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 26، اللقلوق 13، زحل 26، وجزدين 22 درجة. نسبة رطوبة الساحل بتوصل لل 70%، الرياح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و 20 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمعتدل. إذا شو هي الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للتنين والثلاثة جونا بيستمر مستقر قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة مع وصول الموجة الحارة من صحراء ليبيا ومصر، لتسجل 24 درجة لنهار التنين وترتفع ل 26 درجة لنهار الثلاثة. للأربعاء والخميس جونا بيتابع الصافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع متزايد بدرجات الحرارة لتستقر للأربعاء والخميس على 27 درجة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.